من الرائع دائما أن أتواجد في القاهرة بين هذه الصفوة من العلماء والحضور الذين يتناقشون في كل أمور المياه. وليس هذا بالشيء العادي. سيادتكم السيدات والسادة، أولا أحب أن أشكر وأقدر وكل شكري وعرفاني لحكومة مصر لتنظيمها هذا المؤتمر الرائع في دورته الخامسة وفي الطريق إلى مؤتمر القمة المجمع عقده في شرم الشيخ. هذه لحظة حاسمة في مصر، يجب أن نحاول أن نجير، علينا أن نجير أمور الشؤون المياه بشكل جيد. وبينما أن المياه ترتبط بكل شيء في الحياة، إلا أنها دائما ما يحدث بشأنها سوء تفاهم، ونعرف جميعا أن هناك تعقيدات كثيرة جدا يجب أن نتعامل معها من أجل الوصول إلى قرارات سليمة للصالح العام. وبالطبع فإن هناك القيم الكثيرة التي تدعمنا، ولكن يجب أن نوحد الطموح والأهداف للمسيرة في هذا الطريق. نحن نعرف عن طريق الواقع أن المياه لو تلوثت أو حدث لها مشابه سوف تعمل على التفريق بيننا، ولكن بما أن المياه تعمل على أن نستثمر في مع بعضنا البعض في علاقاتنا وتعاملنا مع المياه. هنا مثلا في مصر هناك التعاون والتنظيم واضحا في مصر في كل مناحي الحياة. المرأة والرجل الجميع يشترك في الأهداف الموحدة، إلى جانب طبعا ما يحدث في المسارات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بالاستثمار في المياه. هذه يجب أن تكون أول الأولويات لدينا. المياه حق إنساني، لأن مليارات وملايين من البشر يحتاجون المياه، كلنا نحتاج المياه. من دون المياه لا يوجد حياة، ولا يوجد غذاء، ولا يوجد أي شيء على هذا الكوكب. من ثم يجب أن نعالج مشكلات المياه بشكل جماعي وعلمي، وألا نعمل في أبراج منعزلة، بل نعمل كفريق واحد في وضع كل الحلول، ونحن نستطيع أن نفعل ذلك رغم تباعد الحدود ورغم تباعد البلاد، لأننا كلنا نعمل في بوتقة واحدة ونحن جميعا في مركب واحد. الآن المياه هي اقتباسا عن القول أن المياه في أزمة، ولكننا سنصل إلى الحلول. إلا أننا لنصل إلى الحلول نحتاج هذا التآزر المؤسسي، وأنه على المستوى السياسي هو الذي دفع الدولة لدينا في هولندا أن نقوم بالتعاون مع الدول الأخرى. في الأول مرة في غضون 50 عاما سوف يكرس أو تكرس مؤتمرات الأمم المتحدة لمناقشة أمور المياه. علينا أن نستثمر في هذا الحدث الهام. يجب أن يمثل هذا
الحدث نقطة التغير، إما أن نقوم بذلك الآن أو لا نقوم به إطلاقا. وفي هذا المار نحن على وشك أن نصل إلى النتائج النهائية. يجب أن يحصل كل فرد على حقه في المياه. يجب أن نظهر وأن نتمسك بالاعتقاد بأن المياه هي جوف وأساس الحياة. يجب أن نكون جميعا معا، الشباب والكبار، الخبراء وغير الخبراء، الرجال والنساء وكل قطاعات المجتمع. ولهذا فنحن بالطبع نضع أيضا الشباب في 30% قبل عام 2030 لتحقيق أهداف 2030. من القاهرة إلى شرم الشيخ ومؤتمر المناخ وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسنوات القادمة فيما يتم عقد المؤتمرات رفيعة المستوى. يجب أن تكون المياه هي المحور هذه المؤتمرات. نحن في حاجة إلى إيجاد الحلول. نعرف من أنه طبعا من أهم أهدافنا أيضا تخفيف الأضرار المناخية وأن نعمل على التعامل مع المخلفات الصحية، مع العمل في نفس الوقت على تقليل الانبعاثات. لأن معظم نقرر هنا أنه معظم أو نصف دول العالم تعاني من مشكلات في مجال الصرف الصحي، مما ينعكس طبعا على كل قطاعات المجتمع. لا يمكن أن يتغير الوضع إلا بالتركيز على مصادر الطاقة، وأن نضع في اعتبارنا أن في كل دولار يتم إنفاقه فإن أمور متعلقة بالمياه هنا تتحدد على هذا الأساس، وخصوصا فيما يواجه العالم من الكوارث. هذا الأسبوع للمياه هو اللحظة المناسبة في طريقنا إلى المؤتمر المناخ. نعرف أن 90% من الكوارث الطبيعية تعود بأثرها على مستوى المياه وحق الفرد فيها. ولدينا فقط أسابيع حتى نصل إلى مؤتمر المناخ، ولدينا تحديات. فالتحديات المناخية تظهر بشكل مخيف وتتغير وتدمر. نحن نرى أن هناك مشاكل خاصة بالاقتصاد وسلاسل الإمداد والتدهور الاقتصادي يهدد ملايين الحياة للأشخاص. إذن هذا هو الوقت الذي نستثمر به في المياه، وهو الوقت المناسب جدا قبل مؤتمر المناخ. العالم ينتظر أن يتم العمل على قدم وساق لتحقيق الأهداف، لكننا في حاجة إلى دعمكم. ونحن أيضا في حاجة إلى أن نجتمع جميعا على الوصول للأهداف في غضون المؤتمر المجمع في 2023. كثيرا أو معظم البلاد قد انضمت لهذا الشهر، ومن أجل أن نجتمع مع بعضنا البعض في 2023 سوف يكون هناك الأجندة الخاصة بالعمل في مجال المياه، وسوف يتم تشارك جميع الدول في ترشيد المياه والتأكيد على استخدامها بشكل ممتاز. ومن ثم نستطيع من هذا المكان أن نضع أيدينا في أيدي البعض ونقوم بالتعاون خلال الطريق، وأنه ليس هناك طريق آخر إلا التنسيق والتناغم بيننا. علينا أن نتبادل الممارسات الفضلة
ونتبادل الأفكار ونتبادل الحلول ونتبادل كل ما يمكن أن يدعمنا في هذه القضية. إما أن نستمر عن طريق الابتكارات والتفكير خارج الصندوق، ونستطيع أن نفعل ذلك لو تكاتفنا فيما يتعلق بإيجاد الحلول للأمن الغذائي للجميع. أنا أحب أن أقدم شكري لكل المساهمين والشركاء التزامهم بكل ما نقدمه من هذا الدعم. في الباكستان أيضا تقف وقفة رائعة جدا حتى عام 2023. وأيضا أخيرا وليس آخرا أشكر مصر وحكومة مصر ورئيس مصر لوضع المياه في قلب المؤتمر المناخ الذي نحن في طريق إليه بغضون أسبوع، ثم منه إلى الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى الحلول الصلبة لمشاكل المياه. شكراً.